السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على آخر مستجدات تاع جمال الماضي اتجاه لعاب عوار، وين كيفاش قال لك تلاقاو وتكلموا منا ما تلاقاو ما والو. جمال بالماضي راه في قطر، صاي قبال والنامس هود راه في قطر، ما تلاقى بعوار في باري ما والو. من الدعايات هادو لما يديروا فيهم. جمال بالماضي اقتنع بلي عوار غادي يروح يلعب في تاع ايفنتيا مور كوب دوروب تاع الليجان اللي غادي يديروها في طليان. كاين امور واحده اخرى اللي غادي نشوفوا الى كاش هذا زاتشي هذا ما يكونش كاين، فما كيجي عطال يجي عوار ان شاء الله بربي. خاطر عليه جمال بالماضي اصلا تكلم مع المقربين ليه، تكلم مع ناس مقربين ليه، وين جمال بالماضي شويه ديغوته من هذه الاتحاديه. هذه الاتحاديه اللي ما عاوناتهاش ما خدمتش معاه، ما مشاتش معاه. كل شغل هو يحرس وموراه هما يردموا يخسروا، هو يحفر هما يردموا. ما مشاتش مع هذه الاتحاديه ما ساعدتهاش. الاتحاديه هذه اللي مازال ما بانتش. شكون اللي شاف رئيس اتحاديه اش راه يدير؟ ما كان والو، راهم يخدموا غير في البطوله، يبيعوا يشروا منا، عاقبوا ايكيب وجيبوا ايكيب تخسر. ايكيب ما هكا، المهم الدراهم فساد كلش. خدش عليه هو بكري كان يشري ويبيع نورمال، وكاع الناس يعرفوه، وكاع لي سيبورتير يعرفوه، وين في باريك وفانيك يعرفوه، وين شرا دي سيبورتير باش يضربوا باش يدخلوا للستاد يضربوا لاربيت ويدي البارتيه. ولي داروها راهو في فرنسا وما هضروا معايا، وكاين جماعه من باريك وقالوا لي وهضروها وقالوا لي صح ومنا وكلش. والله الاسماوات كانوا عاطيني اسماوات تاعهم وراحوا لي اسماوات، والله لا راحوا لي، بالك عم يشوفوا فيا راحوا لي بالك يعاودوا يرسلوهم لي. وين طاوني اسمه وتاعو شحال دراهم شحال منا بيناتهم 200 مليون طابيط ويسقروا يضربوا لاربيت، ضربوا لاربيت بونك، لاربيت طاح ديال بارتي يا زتشي ديال بارتي. كاين امور بزاف يعني جابوا لنا رئيس جامي شنا، هذه رئيس اتحاديه هو رئيس نادي تاعه، رؤساء الانديه قلبوا الاتحاديه. هذه كاع مكاش، هذه ما تدخلش كاع في الراس. هذه هو راه ماناجر دروك تاع نادي بارادو، زاتشي راه ماناجر تاع بارادو يا عباد الله. زاتشي قلبو بيض وحكيم مدى الناس مليح، راهم يظلوا يجروا مور اللعابه في اوروبا، راهم يظلوا يجروا مساكين، راهم يجوا يظلوا يجروا. والله ما على بالهم شتا كاين، ما على بالهم شتا كاين. حكيم مدى مع زين عامر يبيعوا ويشروا في اللعابه ولي بارتي وكلش منه مليح. زاتشي فانيك لي زافير تاعو زينه تبني وزين خاطر مازال ما وخرش، مازال ما مش عارف بين العامل في الاتحاديه والعامل في المؤسسه تاعه، مازال ما عرفهاش، مازال ما تخلاهاش في راسه. على هذيك حنايا نقولوا بلي نعاودوا نولوا نتكلموا على بالماضي يتوعد عوار ويذكره ب يذكره بال كيسموه بزياني، موقف تاع زياني. وجه الناخب الوطني جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري صفعه حقيقيه للصاعد حسام عوار لدفعه للقبول للجزائر، مذكر اياه باسماء التي سبقته. تكلم على كريم بن مريم، تكلم على بنزيما، تكلم على ناصري، تكلم يعني لاعبين اللي ما نجحوش فريق ديشون ولا الفريق ولا الاتحاديه الفرنسيه ما خلاتهمش ينجحوا، وين حبست لهم لا كارير تاعهم في الفريق الفرنسي. ابار زيدان لو كان كاينين كيما هكا كيما مبابي وكاين كانوا غادي ما يلعبوش ولكن يوخروه. ابار زيدان برك اللي نجح معاهم، وزيدان تشافوه سما ولدو تيو سما ولدو انزو سما منا باش قبلوه وسما ولدو علي ولا محمد ولا فاروق ولا عبد العزيز ولا سما محمد ولا ما كانش ولا بلال ولا ما كانش يقبلوه.
يقولوا انت مسلم، هيا ديقاش. بنزيما مسمي ولده على صحابه، مسمي بنته على وقيل ريتاج وعلى الكسوه تاع النبي تاع بيت الله الحرام. مسمي كيفاش كل واحد كيفاش مسمي. زيدان تا شافوه مسمي انزو، مسمي تيو، مسمي كروا، مسمي بنو، مسمي باش قبلوه، باش خلاوه يلعب، خلاوه يكمل لا كارير تاعو. كوما كاش مسمي كيما هكا ما يقبلوش. حنا مشينا ضد زيدان، ولا انا زيدان ما ندنا والو، ما نعرفو، ما يعرفنا، ما شرف فرنسا ما صايك. هذه هي حنايا اليوم وين جمال بالماضي المدرب المنتخب الجزائري صفعة حقيقية. وجه العوار صفعة حقيقية للصاعد حسام عوار لدفعه لقبول الجزائر المذكر إياه بأسماء التي سبقته. وزاد وين فكره بلعابين كيما زياني، كيما عنتر يحيى، كيما بوقرة، كيما مجني، كيما يبدا، كيما مبولحي، كيما والقائمة جاية، قائمة طويلة. عطاه أسماوات اللي خسروا مع فرنسا، وعطاه أسماوات اللي مازالوا دايرينهم هنا فوق ريسانا. واحد كيما عنتر يحيى ندير فوق راسي، واحد كيما زياني فوق راسي، بوقرة، حليش، يعني قواوي، يعني كاين واحد اللاعبين اللي ما نساوهمش، اللي صنعوا من نيري نادير بالحاج ماموني. هذا بالماضي اللي بالماضي كان يلعب في مارسي، جاي يلعب الجزائر كابيتان ديكي في مارسي، جاي يلعب الجزائر. شو كيفاش ونذكروا باسماوات، اسماوات اللي خسروا مع فرنسا، واسماوات اللي نجحوا مع بلاداتهم، وين مازالوا الان دايرين فوق ريسانا. وين جمال بالماضي تأكد بأن حسام عوار سوف يلعب الكوب دوروب تاع ايفانتيا. هذه اللي نقولوها. وين ديغوتا من هذا الاتحادية اللي ما زغدتش معاه، واللي شاف اتحادية زغدت معاه يجي يقولنا، اللي يشوف هذا حاكم ناس ملاح ولا زاتشي قلبه ابيض جاو يخدموا يجي يقولنا. هذه هي حنا اليوم قد كيما نقولوا حنايا عوار مازال صغير خاطش يلعب كوب دورو، خاطش علاش انه يبدا ميد لعب كوب دي موند مع فرنسا تاع ليجان، ودا كوب دي موند تاع ليجان، مغني اللي دا كوب دي موند تاع ليجان، وجاو لعبوا في الجزائر. حنايا نحوسوا على الكوب دي موند كاليفيكاسيون، خاطر عليه الناس لما يقول لك بلي ما يجيش ولا منا ولا مليح، حنايا نحوسوا عليه يجي. لا نحوسوا عليه مليو تيرا طياره ودع مي يقعد هذاك الا كذب لك مليو تيرا. رقد مهني الا ذاك اكعب هذاك محرز ابراهيمي في غولي الكوري غادي تكذب اللي نقلبوه نديروا له بره تاع كوليرا ونطقوه. على هذيك كاين باغي يجي، انا شفتو كيلعب، انا على هذيك نهضر عليه باش يجي، ماذا بيا يجي الجزائر. وين عطاه مثل كريم زياني الذي لم يتردد يوما في تلبية نداء الوطن الجزائر، مطالب إياه بالتعلم من هذا الأخير وتلبية واجب الوطني الجزائري. يذكر أن جمال بالماضي لم يلتقي باللعاب حسام عوار كما قال لك البارح، تلاقى به بأحد الفنادق في باريس لحسم المستقبل تاعو، وهو تكلم معاه ولا ما تكلمش معاه، وتكلم تلاقى بالوكيل اعمال تاعو، وما تلاقاش به في باري، ما تلاقاش به حسب المقربين الجمال بالماضي، حسب المقربين الجمال بالماضي قال جمال بالماضي راه في قطر هود الدار. على ذيك رانا نقولوا بلي ودي ان شاء الله بربي يكون تكلم معاه في الخفاء، يكون تكلم معاه خاطش على راه في كانجور في فرنسا، يكون تكلم معاه في الخفاء. هذه اللي نطلبوها ان شاء الله بربي، هذه اللي نطلبوها. وانا تبان لي بلي جمال بالماضي عطاه الوقت الكافي حتى بعد الكوب دورو، خاطر جمال بالماضي راه يشوف فيه يجيبه الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند. والله لا يحوس عليه كيما هكا.
يحوس عليه هو اصلا جمال بالماضي، قال المقربين ليه قال لهم انا ماذا بيا يجيني في الكوب دي موند، يجيني يلعب كالبيكاسو تاع كوب دي موند. هذه هي، وتحيه الجزائر والمجد والخلود للشهداء الابرار، وربي يحفظكم.